طالت هذه الدول نيران الإرهاب. فأعتقد أن كل الدول بتتفق الآن على ظهر الإرهاب. ظهر الإرهاب، وأعتقد أن الإرهاب ستتغير وخريطة الإرهاب تتغير تمام، بشكل كويس في المرحلة ده اللي اللي جاية. نتمنى إن شاء الله. نتكلم عن مجلس النواب ودور مجلس النواب والدور الانعقاد الثاني، وعايز أعرف بالتحديد لجنة القوى العاملة خلال الفترة الحالية إيه اللي بتناقشوا، وإيه مشاريع القوانين اللي بيتم مناقشتها خلال الفترة الحالية؟ خلينا نتفق أن لجنة القوى العاملة في مجلس النواب هي من اللجان المهمة المتعلقة بقضايا العمل بالتأكيد. والعمال في مصر.